للحديث عن ارتفاع الوفيات بالعالم بفيروس كورونا وصل الإعلان عن اكتشاف سلالة ثالثة للفيروس، ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور عمر الراوي طبيب الجراحة العامة. أهلا بك دكتور عمر. يعني في البداية، الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا بأكثر من 15,000 وفاة حول العالم خلال 24 ساعة، كيف تقرأ هذه الحصيلة وقد كان العالم متفائلا بنجاح اللقاحات ضد الفيروس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا كان من المتوقع أن يزداد انتشار المرض حتى وبعد بداية استعمال اللقاحات. وطبعا السبب أنه لا زالت إمكانية انتشار المرض تتزايد، يعني نحن اتجهنا إلى شتاء قارة البرودة، وفي هذا الشتاء سوف يكون الناس متقاربين أكثر، سوف يكون الانتشار أكبر، إضافة إلى أن التلقيحات أو التطعيمات التي نزلت الآن إلى المجتمع لقح فقط أقل من 1% من العالم بهذا اللقاح، لأن لم يقضي عليه إلا شهر واحد. أما في البلاد التي هي ابتدأت باللقاحات مبكرة قبل غيرها، الغنية التي قلتم عليها في التقرير، هذه الحقيقة لم تصل نسبة التلقيحات فيها إلى 7 إلى 8%. فيعني لم تظهر إلى حد الآن نتائج التلقيحات وتأثيرها على المرض وعلى الانتشار وعلى تأثيرها في المجتمع. دكتور عمر، هل كان اكتشاف فصيلة ثانية أو حتى ثالثة اليوم أمرا متوقعا، وما هي الآثار السلبية المترتبة على ذلك؟ نحن كأطباء نعرف أن هذا سيحدث، ومن قبل 8 أو 9 أشهر كنا نقول أن هناك هذا فيروس كورونا وأخواتها، يعني لا زالت هناك أخوات لها كثيرة من طبيعة الفيروس ومن طبيعة البكتيريا ومن طبيعة كل شيء أن يحافظ على نفسه. فإذا ظهرت مناعة في المجتمع لهذا الفيروس سيحاول أن يطور نفسه لأن يكون أكثر تأثيرا ويخترق المناعة. نحن الحقيقة وجدنا أكثر لحد الآن أكثر من 4 أو 5 فصائل، ولكن التي هي لها تأثير أكثر هي التي كانت أكثر انتشارا في العلم. في العلم نعتقد يقينا أنه كل الطفرات الوراثية هي نحو الخلف، لا يوجد طفرة وراثية نحو التطور تؤدي إلى فعالية أكثر. وفعلا هذا ما وجدناه، والحمد لله أنه بالرغم من أنه سرعة انتشار المرض في الفصائل الجديدة أسرع، ولكنها أقل تأثير على يعني على نسبة على الجسم الإنسان وأقل نسبة وفيات. نعم دكتور عمر، يعني قدوم فصل الشتاء كيف يمكن أن يؤثر على انتقال الفيروس بشكل أسرع، وما المطلوب لتلافي الإصابة ما أمكن؟ يعني هو بالأصل الفيروس لا ينتقل بالكلام ولا ينتقل يعني بالحالة الاعتيادية بواسطة الرسائل والبريد وهذه والأطعمة، لا ينتقل هكذا. الفيروس مثل الإنفلونزا، هذا ينتقل من شخص مصاب حي إلى شخص قابل للإصابة أمامه، يجب أن تكون مباشرة. فما ماذا يحدث مباشرة؟ يعني معناتها الازدحام في الباصات وفي وسائل النقل، الازدحام في القاعات وفي المناطق المقاهي والمطاعم، هو الذي يؤدي إلى انتقال المرض. في مثل هذه الحالة تكون أكثر في الشتاء، يعني نحن نعرف في الشتاء يكون الناس أكثر متقاربين، ونستطيع بالمقابل إيقاف هذا الشيء بالتباعد الاجتماعي. طبعا سيقولون كثير أنه هذا بعد التجارب العلمية ثبت أنه رذاذ الإنسان المتكلم يوصل إلى 5 أمتار. نعم، ولكن سوف لن يعطي الجرعة الكافية بعد متر ونص إذا كان لابس كمامة، لأن الهواء ما راح يطلع مستقيم. فسوف لن يزيد عن المتر ونص الجرعة غير كافية للإصابة بظهور الأعراض المرضية. طيب دكتور، لأنه هناك لكل مرض جرعة إصابة. دكتور، هل تعتقد أن تصمد الأنظمة الصحية في بلدان العالم أو في دولة مثل العراق مثلا، هل تعتقد أن تصمد يعني بسبب النظام الصحي المتدهور فيها دولة مثل العراق، هل يمكن أن تصمد في ظل ظهور سلالات جديدة من كورونا؟ طبعا يعني أنا لا أعرف، يعني الحقيقة في بريطانيا يقولون النظام الصحي على وشك الانهيار، وهي بريطانيا، يعني هذه نحن يعني
درسنا هناك ونعلم ما هو النظام الصحي ودقته وسعته. أما في العراق فوالله مع كل الأسف النظام الصحي منهار قبل أن تأتي كورونا، والوضع تعبان بشكل، حتى أن وزير الصحة كانت وزيرة الصحة تقول لا أدري كيف سوف نستمر في تقديم الخدمات الطبية الاعتيادية. أما في مرض كورونا فيعني وصلنا العجب، يعني أحد رؤساء الصحة أو المديري العامين للصحة في الناصرية يقول نحن ليس لدينا ما نعطيه للمرضى. يعني هناك بروتوكول يهيئون بعض الأدوية، ولكن النظام الصحي الذي يدعم هذا الشيء غير موجود. فأنا أتوقع يعني أنه راح إذا جت هذه السلالة الجديدة إلى العراق سوف يحدث انهيار كبير في الحالة الصحية في المجتمع. الدكتور عمر الراوي طبيب الجراحة العامة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.